السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم النهاردة في درس جديد على قناة يوسف فوتوشوب توتوريالز. درس النهاردة إن شاء الله هنستخدم فيه برنامج الإلستريتور. الدرس النهاردة هيبقى عن طريقة عمل مخطوطة بالإلستريتور، مخطوطة رقعة. نفتح برنامج الإلستريتور، نعمل فايل نيو. طبعا قبل ما نبدأ لازم يبقى عندك فكرة عن خط الرقعة. يعني هو اسهل خط هو خط الرقعة. فنبتدي، بسم الله. انا هستخدم بس الالوان ديت في الكتابة، اختار اللون ده. الحاجات دي مش مهمة في الكتابة طبعا، بس بتديني يعني شكل حلو في المخطوطة بتاعتي. اقفل اللاير ده وافتح لاير جديد عشان اما ادوس على اي حاجة ما اتحركش معايا اي واحد منهم. نجيب البراش تول وهنعمل فرشة جديدة. خط الرقعة بيحتاج فرشة بزاوية 50، والسمك بتاعه ممكن نخليه 10، والسايز 30 او 35. تمام، نختار اللون اللي احنا هنكتب بيه. انا هاخد اللون الابيض. لاحظ ان انت لما تختار هنا هيختاره لك في اللون، انت حول هنا وخليها في الاستروك، عشان ما عشان انت لو اخترتها كده مش هيكتب اصلا، مش هتلاقي يعني مش هتلاقي حاجة. أو لا، اول ما تكتب هيروح متحولة معاك. صح، نبتدي بسم الله. نكتب كلمة الاصلي، كانت واحد طالبها مني قبل كده، كنت حطيتها صورة ليا. نكتب طبعا ما تنتظرش انت بتكتب ان انت تلاقي المخطوطة طلعت معاك 100% بالفرشة، بس احنا هنعدل عليها كمان بعد ما تتكتب عشان اكيد ايدينا هتغلط. يعني ما تنسوش وانتوا بتتفرجوا على الفيديو، لو الفيديو عجبكم تعمل لايك وشير للفيديو وتشترك بالقناة. اول حاجه نيجي هنا هتلاقي البين تول عندك، انت تدوس عليها دوسه تقيله هتلاقي عايزين نختار دي الكونفرت انكور تول. ديت لو دوست على اي نقطه هترجعها لاصلها، يعني من غير اي عوجه او اي كيرف. لو لقيت نقطه زياده هنا في النص ممكن تمسحها عادي باللي هو الاداه اللي جنبها ماينس او سالب. وها كده بقت الخط بين نقطتين مش ثلاث نقط وكده. نيجي عند دي، عايزينها تبقى مستقيمة. اهم حاجة في خط الرقعة ان كله يبقى مستقيم. هنا هو في نقطة زيادة نمسحها، وهنا خلي حرف الالف مستقيم. هنا هتلاقوا ان انا طلعت بالقلم كده ونزلت في مسافة بين الخط ده والخط ده. الاول نخلي كله مستقيم. طيب النقطة دي طالعة لبرة كده كأنه رقم 8، لو عايز تعدلها هنختار الأداة دي وتمسك النقطة وتشد بيها اهو. طبعا النقطة دي غير الـ selection tool بتاعتنا، لا دي أداة تانية اسمها direct selection tool، يعني تختار حاجة معينة. اهو بقى خط واحد مش خطين بعاد عن بعض. هنلاحظ ان في ميلة هنا، نمسك النقطة دي نجيبها كده عشان ما يبقاش فيه ميل، ونشد دي عليها كده، هيلزقوا هما في بعض دايركت على طول. واهي نجمعهم كلهم مع بعض كده، يعني نمسك السليكشن تول ونشد كده وندوس على اوبجكت اكسبند ابيرنس، كله بقى ما بقاش خطوط، لا بقى جسم ليه التحديدة بتاعته من بره زي اي شبه احنا بنعمله. وادي الكلمة اهي، ممكن تحطها في جروب عشان لو مسكت واحدة بس تشد كلها. ممكن نكتب كلمة تانية، نكتب الحمد لله. عادي غلطة،
ماشي، نبتدي بقى المعالجة. نمسك الأداة بتاعتنا دي أهي، اللي هي آخر واحدة خالص عشان نخليها مستقيمة. نيجي عند اللام، هو تقريبا لام مستقيمة. ممكن تشد دي كده عشان حرف الدال، ويجي هنا اهو. لو لقيت نقطة زيادة في النص هتبقى مسببة لك كسرة هنا، يعني كده بلاش منها، ونختار الأداة اللي هي الماينس وتدوس على النقطة نفسها. وهنا في هي نقطة زيادة برضو، مفيش نقط تانية خلاص، وتختار الأداة دي وتدوس عليها كده عشان ما يبقاش فيه أي كيرف يعني في الموضوع. وأي أداة تانية تلاقيها طالعة لبره كده، اختار الأداة اللي هي دايركت سيلكشن تول اللي هتلاقيها عندك لونها أبيض، والزق دي في دي. واو، عليك دي شوية. تمام كده، نختار أداة السهم الأبيض ونحدد الجزء ده بس كده ونقربه. تمام، هنلاحظ هنا ان في حرف اللي هي طالع لبره، نمسك او بحرف الايه اختصار يعني، او الدايركت سيلكشن تول نلفها كده اهو. تمام، نختارهم كلهم وندوس اوبجكت اكسباند ابيرنس ديت، وتعدل الاماكن لو عايز. ممكن كمان نجرب نكتب، ممكن نكتب كلمة ايه، نجرب نكتب كلمة الستريتور، كلمة طويلة الست. اهو نيجي في حتة التعديلات، خلي حرف الألف مستقيم واللام، ندوس على كل نقطة. عشان حرف خط الرقعة ما بمعنى اصح لا يعترف بالانحناءات خالص الا في حاجات بسيطة قوي. اهو نمسك دي، ننقل بس ده عشان ما يبقوش لازقين في بعض. نسينا النقطتين بتوع ليه هنا. تمام، نعمل هنا الكيرفات. تمام، حرف ال ر بقى هو اللي ممكن يسبب مشكلة في الاستريتور، لا يمكن يطلع صح زي القلم يعني، زي مسكة قلم الخط، بس احنا هنعمل اللي علينا يعني، نحاول نعملها. تمام، ممكن نحاول هو لوحده عشان احنا عايزين الشكل ده، عشان انت لو عملت روتيت للكلمة وهي لسه خطوط ولفتها كده هتلاقي الرسمة اختلفت عن بقية الخطوط. فانت لازم عشان تعمل روتيت لأي حرف لازم يبقى معمول له اكسباند الأول. اهو ادي الكلمة اهي، ونعمل اوبجكت اكسباند اهو، الكلمة كلها بقت يعني شكل يعني، ونعمل لها جروب اهي. ويعني كده انا اتمنى اكون وفيت في موضوع خط الرقعة. اكيد طبعا انا مش استاذ في الخط طبعا يعني، بس انا ده اقرب شكل خط الرقعة. واتمنى اكون حلقة النهاردة عجبتكو، ولو عجبتك ما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتشير الفيديو على ابعد مدى عشان
لو عجبك الفيديو يعني خليه يشوفه غيرك، يمكن يعجبه. وان شاء الله مستني تعليقاتكم تحت الفيديو، واعرف منكم ايه الدرس الجاي يكون عن ايه. وزور صفحتي وان شاء الله كل يوم تلاقي درس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.